السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عندي العسل الحر ما كاينش، دي من النحلة. لا ما كاينش العسل الحر، خصو يكون من هذاك الجبح ديال الخديمة ديال الطين ولا ديال النخل، هذاك الجذع ديال النخلة اللي كيكون قار ساكن ما كيتحولش، لان النحل اللي كيتحول العسل ديالو ماشي حر. ما يكذبوش الناس، باش نعطيو المعلومه للعباد، ماشي نبقاو نعطيو اي نصيحه. هذاك الشيء علاش النصائح ديالنا حنا راه كتقاطع مع جميع النصائح اللي دازت على سميتو، كتقاطع يعني. فالعسل ديال النحل اللي كيتحول اللي كيديوه النحاله كيتاراو به، هذا ماشي حر، هذا عسل سكر سميه اللي بغيتي، ولكن ماشي عسل حر، ماشي عسل. ولو انه جا من النحله، ولو انه جا من النحله طبعا، لان النحل ملي كيتحول ما كيبقاش يعطي منتوج جيد. ثم ثانيا النحل اللي جاي من الشمع الاصطناعي، من هذه القضيه ديال هذه الرزينه الاصطناعيه اللي كيعطيوها للنحل كيصوبوا منها الشهد، هادو طبعا ربما الا دازت هذه الشهاده هذه ديال 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 البلاستيك هذه دازت مع 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 العسل، غادي يولي مشكل، غادي يولي مشكل، بالعكس غادي يولي العسل مضر، غادي يولي منتوج خطير. الغش هو سهل باش يغشوا الناس العسل، وكاين غش دابا اللي ما يمكنش تعرفوا حتى في المختبر، كياخذوا هذاك النوار ذاك البولن وكيدردروه فوق العسل، في المختبر غادي يمشي للميكروسكوب غادي يشوف البولين غادي يقول العسل جيد. ها هذه الاولى. ثانيا هذا السكر ما بقاوش كيصاوبوا منه العسل من السكر وعادي يخلطوه مع العسل، لا، السكر ولا كيشتوه النحل ياخذوه ديريكت، يعني كيشتوه الثاني اذا هذه السكر في في في, في المرعى حول هذيك السميه، النحل كيهزوه مباشره، ما بقاش اسمي، لان باش يعرفوا الناس العسل اللي جاي مثلا من فوق من ديال الزقوم من الاطلس من فم الجمعه مثلا من ازيلال، غادي يسولوا غير الناس اللي تم شحال من طن ديال السنيده طلعت لفم الجمعه هذا العام، شحال من طن ديال السنيده طلعت من الدار البيضاء لفم الجمعه، وغادي يعرفوا شحال من طن ديال العسل تغش بسهوله بلا من نطولوا. ولذلك اولا الثمن ترتفع، علاش؟ لان كاين كثره الحديث على العسل وكثره الكذب وكثره التضليل. هنا عسل زكوم كيساعد يعالج سرطان، كيعالج حساسيه، كيعالج مغص، كيعالج العسل كيعالج اذا كان عسل طبيعي اللي كيتكلم عليه الرسول اللي جا في القران. العسل اللي جا في القران ما بقاش، من المستحيل لقاه الان فوق الكره الارضيه، لان كاين نباتات مغيره وراثيا، لان النحل ما كيفرقش ما بين البروبوليس والقدرون، الزفت هذاك ديال الزفت ديال الشنطيات، الا كانوا الجباح قراب الزفت فهو كيبروبوليس كيهز الزفت ويسد به، ما كيصيبش بروبوليس، يعني الزفت والبروبوليس، وكتكون البروبوليس مخلطه بالزفت. ولذلك الناس اللي كياخذوا البروبوليس الان في الدار البيضاء وفي بعض المدن وكيشروها من عند العشابه ومن عند النحاله كياخذوها كياخذوا الزفت مخلطه بالزفت، لان النحل كيخلطها بالزفت، هو ماشي النحال، هي النحل ما كيعرفش ما كيفرقش ما بين الزفت وما بين. ثم الامر الخطير جدا هو العلاج ديال هذا النحل عليا بالتيمول ولا بمواد اخرى ولا حتى دوك الجبوحه باش كيتصبغوا ولا اشياء هذه يعني كنوصلوا في الاخير ان ما كاينش عسل طبيعي، لا يمكن يكون عسل طبيعي الا بعض المناطق النائيه، النواحي ديال نير اللافت، النواحي ديال قلعه مكونه، النواحي ديال مثلا ايت بوكماز، فوق حتى في ازيلا النيل، بعض المناطق النائيه اللي كاين حتى في الشمال، يعني حتى في جبال الريف، هو اللي الناس اللي عندهم ديك الخدمه ديال الطين، اللي عنده واحد الجبح تم ساكن، واحد اربعه ولا خمسه الكبات ديال النحل ساكنين قارين ما كيتحولوش، هذوك عندهم عسل ولكن قليل، ما غاديش يوصل للدار البيضاء بالاطنان. ملي كنشوف السيد جايب مثلا رموك ديال العسل، رموك ديال العسل، شي زي 30 طن 40 طن ديال العسل، يعني ما يمكنش. ثم هذا العسل هذا كيتباع بداك الثمن ديال 400 درهم في الدار البيضاء او 500 درهم، فعليا انا ما بقيتش كنشريه، انا هذه سبع سنين ما شريت العسل. استغنيتي كاع. ما كنشريش العسل، يعني بهذاك الثمن وبهذه الطرق وبهذه العشوائيه اللي غادا وبهذه جميع الفلوس، هذه اشياء لا اخلاقيه، وصلت لهذا المشكل ديال التجاره ديالنا ديال في هذا الميدان، وحتى الانتاج ولا لا اخلاقي. ما حل نذكر كاع هاد الناس اللي كيتصنتوا لينا، العسل ما كانش كيتباع في المغرب بعدا كاع. وعما كانش كيتباع، كانت كيتعطى، العسل كان كيتعطى. المريض كان تيتعطاه العسل بالمجان، ما كان كيخلص كاع. لما الناس ولا هاد العسل هذا كلهم يعني كيراهنوا عليه على ان الخلطات كلها ولات كدار في العسل، الخلطات ما كدارش في العسل. ابدا الخلطات ما كداش في العسل، وما كاينش خلطات في العسل كتعالج، يعني هاد الناس بعض الاشياء اللي كنا انا شخصيا كنت بعض الاشياء اللي خدمنا عليها في المختبر اللي كنحفظوها في العسل، بحال مثلا غذاء الملكات ملي كنديروه في العسل ما كتحماضش، يعني ما كتخسرش ما كتفسدش. علاش؟ لان العسل عنده اي دوبل فيو، هذه لاكتيفيتي دو 0.6، ملي كتكون عندنا نشاط المائي تحت 0.6 ما كيكونش حيوان يعني جرتم ولا اي حياه ممكنه،
ولذلك احنا كنت ندير انا هذا كنت نديرو طريقه لحفظ غذاء الملكات ولحفظ ماده بروبوليس من تعفن ولا شيء، وحتى حفظ بعض الاشياء الكثيره. رد بالي الا درتي مثلا قطعه اللحم، الا غطستي قطعه ديال اللحم في العسل ممكن تبقى تمقرن ما تخنسش، لان يعني العسل محفظ اللي كيحفظ العسل. كان كيديروه الناس كيضمضوا به الجراح سانسي كاتريزون، كان ديما هو زيت الزيتون. دابا احسن حاجه اللي دار الجرح ماشي هو الدواء الاحمر، هو زيت الزيتون. خص الناس يكبوا الجرحه، خصو يكبوا على زيت الزيتون مباشره باش ما تحرقمش، داك الحر ديال الحديد ما يحرقمش الا كانوا جرحوا بالحديد، وباش في الليل ما يتنفخش هذيك البلاصه، ما تعفنش وما تنفخش وما غاديش تضر، ما غاديش تكون تالمه هذه. فعليا خير ان شاء الله. فوائد ديال العسل معروفه بلا ما نتكلم عليها انا، ولكن فينا هو العسل، والناس ما خصهمش يضلوا، ما خص الناس يعرفوا هذه الامور، خصها تعرف. لان الاثمنه ارتفعت، وان البلد الوحيد اللي فيه العسل غالي هو المغرب في العالم. دابا احسن عسل في اسبانيا ما كيتعداش 150 درهم، وتاهما عندهم عسل جيد وحر ومزيان وحسن من ديال المغرب. تاهما عندهم جبال وعندهم يعني نحل جيد وعندهم مراقبه، وممكن ينحل في اسبانيا وفرنسا، يعني في المغرب ولا التجاره. نعم هذا هو المشكل، يعني ذاك الانتاج من اجل سميتو عليه. دابا كاينين الناس دابا اللي مزورين العسل ديال الدغموس، وكاين حالات اللي مشاو للمستعجلات. علاش؟ لان كيشدوا هذاك الحليب بواحد اللاتكس ديال الدغموس ديال تيكيوت، كيشدوا هذاك الحليب كيديروه مع العسل كيولي حار، كيقولوا الناس العسل ديال الدغموس هو كيكون حلو، كيكون الناس عندهم السكر وكيطيحوا. كاين الناس مشاو للكوما، يعني كاين اطباء انا خبروني بان جاوا عندهم الناس المستعجلات، وهذا يعني هذا خطير. ولذلك احنا كنتشدوا في هذه المسائل هذه، يعني خصوص في الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، احنا متشددين في هذه الامور هذه. ما خصش المستهلك يعني يضيع فلوسه في هذه الاشياء. الاشياء اللي خصنا نحترموا الناس، ماشي نهضروا بواحد العشوائيه، ربما الناس يصوبوا في الدار ولا المصنع، الناس غاديين يتخلعوا. احنا ما بغيناش نخلعوا الناس، قول لنا الحقيقه اش كاين، ودوك الواحد غادي يدير داكشي اللي لان غير المسائل. علاش انا كنقول الناس التزموا بالطبيعي؟ ملي غادي يلتزموا بالطبيعي راه حاجه اوتوماتيكيه، راه غادي يعني صحتكم تكون جيده. لا يمكن يكون عسل طبيعي الا بعض المناطق النائيه، نواحي دمير اللافت، نواحي ديال قلعه مكونه، نواحي ديال مثلا ايت بوكماز، فوق حتى في ازيلا النيل، بعض المناطق النائيه، ولكن حتى في الشمال، يعني حتى في جبال الريف، هما اللي الناس اللي عندهم ديك الخدمه ديال الطين، اللي عندهم واحد الجبحت مساكن، واحد ربعة ولا خمسة الكبات ديال النحل ساكنين قارين ما كيتحولوش، هادوك عندهم عسل ولكن قليل، ما غاديش يوصل للدار البيضاء بالاطنان. ملي كنشوف السيد جايب مثلا رموك ديال العسل، رموك ديال العسل شي زي 30 طن 40 طن ديال العسل، يعني ما يمكنش. ثم هذا العسل هذا كيتباع بداك الثمن ديال 400 درهم في الدار البيضاء او 500 درهم، فعليا انا ما بقيتش كنشريه. انا هذه سبع سنين ما شريت العسل، استغنيتي كاع، ما كنشريش العسل، يعني بهذاك الثمن وبهذه الطرق وبهذه العشوائيه اللي غادا وبهذا اللي جميع الفلوس، هذه اشياء لا اخلاقيه. وصلت لهذا المشكل ديال التجاره ديالنا ديال في هذا الميدان، وحتى الانتاج ولا لا اخلاقي. ما حل نذكر كاع هاد الناس اللي كيتصنتوا لنا، العسل ما كانش كيتباع في المغرب بعدا كاع، ما كانش كيتباع، كانت كيتعطى العسل، كان كيتعطى يعني المريض كان تيتعطاه العسل بالمجان، ما كانت كيخلص كاع. لما الناس ولا هذا العسل هذا كلهم يعني كيراهنوا عليه، على ان الخلطات كلها ولات كدار في العسل. الخلطات ما كدارش في العسل ابدا، الخلطات ما كدارش في العسل، وما كاينش خلطات في العسل كتعالج، يعني هاد الناس يعني العسل محفظ اللي كيحفظ العسل. كان كيديروه الناس كيضمضوا به الجراح سانسي كاتريزون، كان ديما هو زيت الزيتون. دابا احسن حاجه اللي دار الجرح ماشي هو الدواء الاحمر، هو زيت الزيتون. خص الناس يكبوا الجرحى، خصو يكبوا على زيت الزيتون مباشره باش ما تحرقمش، داك الحر ديال الحديد ما يحرقمش الا كانوا جرحوا بالحديد، وباش في الليل ما يتنفخش هذيك البلاصه، ما تعفنش وما تنفخش وما غاديش تضر، ما غاديش تكون تالمه هذه. فعليا خير ان شاء الله. فوائد ديال العسل معروفه بلا ما نتكلم عليها انا، ولكن فينا هو العسل، والناس ما خصهمش يضلوا، ما خص الناس يعرفوا هذه الامور، خصها تعرف. لان الاثمنه ارتفعت، وان البلد الوحيد اللي فيه العسل غالي هو المغرب في العالم.